هو كان المفروض ان صوت محمد طلع في الفيديو، بس مش عارف ايه اللي حصل. واتفرجوا على الفيديو. السلام عليكم، فيديو جديد النهارده، فيديو تشالنج للسنايبر من بعيد. في 4 مراحل: راوند 1، راوند 2، راوند 3، راوند 4. النهارده هعمله في محمد، قاعد بيلف هناك اهو. اثبت اثبت. ماشي، نطلع فوق شوية كده كده كده، نضرب الأولى 357. نروح لراوند 2. من أول مرة جبتها شفت، برجع ورا شوية. طب استنى، طيب نشيل ايه؟ راوند 1 كده خلاص خلصناه، يبقى نشيله. أيوة أيوة، بعمل أرض وأرجع. طيب ايه ده؟ بعيدة اوي، نجربها كده بطريقة نموذجية. ايه ده؟ 382. نرجع ورا حبة. انا ممكن افضل اعملها لغاية ما اجيب 400 عادي يعني. او اجيب 600 زي اليوتيوبرز. لا، بعد ما اخلص انا انت تجرب. في المنتصف كده، لا ده نرقص بقى، لا ده نرقص بقى. هي فين؟ ايوه اهي. كده ده الراوند الاخير، وغالبا هعمل الراوند 5، يبقوا 5 راوندات، عشان غالبا الراوند الخامس هيكون رقم عالي. على واحد جابها، كان جايبها هنا على 6000. لا كان من بعيد قوي، 423. ما اعرفش والله. كده الراوند ده خلص، الراوندز اللي بعده انا هحاول اجيب فيك رقم على قد ما اقدر. لا طبعا انت فقر تجارب ابدا. ربنا يستر. الله عليا، بس برضو على فكرة هو هيفي، فعشان كده فاهم يعني، هو اول ما بيجي فيك بيموتك على طول. هتيجي؟ ايوه، ما عشان كده اخترت الهيفي يابا. فاضل المرحلتين كمان تقريبا، 3 فاضل، 3 فاضل، 3. انت في حاجة قدامك؟ مجر. يبقى كان في حاجة قدامك. ينفع تشيل اللي قدامك لو سمحت؟ المشكلة ان انا مش شايف حاجة. حقيقة يا جدعان، في ايه؟ انت كداب، شيل اللي قدامك بجد عشان مش بهزر. مش هاجي كل ده انا. انت في حاجة قدامك صح؟
ما في ايه؟ ما المشكلة ان انا مش بشوف. ما هجيبك يعني هجيبك. اثبت 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 اثبت. بليز لو في حاجة قدامك شيلها. عرب اصل ايه عرب تيجي فيك ومش بتتحسب. احلف كده انت مش باين حاجة قدامك. اديني قربت شوية وضرب وهضربها. لو ما جاتش يبقى انت باين حاجة قدامك. انت بتحلف ها؟ انت طب بتجري ليه طيب؟ وماسك سنايبر ومش عارف ايه. بس انا عرفت انا تنزل تحت. الطلقة بتنزل تحت مش بتطلع فوق. استنى كده اشوف دي كده. دي كانت فيك دي بقى. الله 464. لا استنى لسه خلص فاضل اتنين كمان. انا جايب 404. جايب 464 كده. عرفت اظبطها ازاي. لا دي بعيدة فعلا. ننزل تحت شوية. نطلع كده سنة بس. لا دي كانت فيك بقى. نطلع سنة. دي فين دي؟ كداب دمشت يعني. انا هظبطها ازاي. هي غالبا كده. استنى 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 استنى. لا هو انا جاي ضربتها بعيدة اساسا. انا اخر طلقة جبتها كانت كام؟ انت فين يا ابني؟ في السماء؟ طب انزل على البيلز بتاعتك عشان اضرب الطلقة النموذجية. غبي
جماعة احنا اسفين اسفين على طول الفيديو، بس الفيديو طويل لسبب. الفيديو ده تشالنج كل الناس عملته ما عدا انا، فانا حبيت اعمله هنا. معلومة، انا مش بحب التقليد. واخد بالك انت محمد؟ بص دي مظبوطة دي، لا دي جت فيك فعلا. ولا انت حاطط حاجة قدامك او باني حاجة؟ جماعة بتيجي فيها جدعان ولا مش بتيجي فيه ولا ايه بالظبط؟ والله قاعدة بتيجي. طب محمد لو سمحت، محمد لو باني حاجة قدامك شيلها. يعني انت اللي بضربه ده بيجي فيك؟ دي جاية دي. لا ما انا هجيبها، بس عشان ما اضربكش. اتحركت ليه يا بارد؟ لا لا ابوس ايدك، خلي بالك لحسن توقعني. نعم والله انا ما جاتش، انا قلقان منك لحسن توقع اللي انا بنيه. انت فين؟ انت رحت فين؟ ايوه هو بيجي من تحت اللي انا بنيه. فوق شجرة مين يا ابني؟ هو انا في تحت شجرة؟ اه يبقى انا في تحت شجرة فعلا. انت رحت فين يا ابني؟ ايوه انت هو. انا هضربها في كده بحبة حلوين. ما لو كنت عارف والله ما كنتش. دي جنبي دي، دي هد دي تحت رجلي، بس لو ضربتها لك دي كانت هد على فكرة بعيدة. أوي تحتي. طب بص دي كده فين؟ دي فين دي بالظبط؟ والله دي قريبة أوي.
عارف فوقية. تحت رجلي دي جاية فين؟ دي جت فين دي بالظبط؟ تحت رجلي برضو. ركز على الضربة دي هتيجي فين. ها فين؟ دي كانت جنبي بالظبط. دي فين؟ انا هقرب سنة احاول اجيبها. حرام حرام حرام. الريمو بتاعي خلص وكده نكون هنا في فيديو النهاردة. ما عرفتش اجيب الهاي سكور اللي كنت عايزه بس حلو يعني جبت 4000 حاجة و70 تقريبا. انت بتضرب فين انت كمان؟ لا انا بجري. استنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. حلو، السلام عليكم.